مساء الخير لكم مشاهدين الكرام، متابعي قناة بينونة وبرنامج قرأت لك، محبي الكتاب والقلم والحروف التي تسافر بنا إلى أصقاع العالم، ونحن ها هنا لم نبرح مكاننا، فنشعر بغنى المعرفة وتلامس أرواحنا متعة الترحال والمغامرة والخيال. واليوم نسافر إلى مكان قريب منا معنوياً، نعرف عنه الكثير ربما، ولكن ما سنتحدث عنه اليوم قد يبدو نوعاً جديداً من المعرفة. نحن اليوم على بساط الريح يحلق بنا إلى بلاد الهند والسند. فعلى ماذا سنعثر هناك في رحلة اليوم؟ للون عند حضارة السند صوت مسموع، ووجه حاد الملامح، وخطى واثقة وصلت عبر التاريخ إلى ثقافات أخرى، وقد انعكست في دياناتها وطقوسها، فولد ذلك الحب والاحترام والتبجيل في قلوب أهلها، وذهب إلى عقول الرهبان والفلاسفة والشعراء ليلهمهم الإحساس الذي تتساقط منه قطرات الكلام. فقد ارتبط سكان تلك البلاد بالفن منذ أكثر من 4000 سنة، فترك سحره في النحت والرسم والتطريز. وللون مساحة واسعة تفترشها الكاتبة شيلا بيني لتنثر عليها كلماتها في كتاب التطريز في الهند والباكستان، وهو من إصدار مشروع كلمة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقامت بترجمته مشكورة الأستاذة مروى هاشم. قامت شيلا بيني مؤلفة الكتاب على مر السنين بالعديد من الرحلات للهند وباكستان، فأجرت البحوث وقضت عدة فصول في العمل الميداني في باكستان لدراسة تقاليد التطريز هناك، وأصدرت كتاب تطريز المنسوجات في الهند، إضافة إلى العديد من الكتب والمقالات. كتاب بيني مستوحى من اللون الذي يعد جوهر المناظر الطبيعية الهندية والباكستانية، فتصف الكاتبة هذا التطريز بكلمات مستوحاة من جمال الطبيعة تلك، حيث وميض الساري الزمردي في الحقول، ووهج قلادة من القطيفة على ضريح مترب، ومن الأزيز الأحمر الداكن على رداء قرمزي في صحراء ماكراني. إنه الضوء المتألق في بيئة جرداء، وهذا هو حال الهند. نقتبس من الكتاب: في أعيننا يشبه الرداء اليومي لشعب الهند المشكال، فيتيح لمجموعة من القرويات أن يتألقن بزرقة الزجاج الملون وحمرة الجرح النازف وخضرة عصير الليمون والنعناع وريشات طائر الببغاء. وقد تبدو إضافة بعض التطريز إلى كثافة اللون تجميلاً لا داعي له، إلا أنها ترمي إلى أهداف أكثر عمقاً، حيث أنها تقوم بالتعريف والحماية في الوقت ذاته. إنه الحديث عن التطريز، والذي يكون من خلال التركيز على 20 قطعة من المنسوجات في هذا الكتاب، ومن ضمنها المجموعة الرائعة التي يقتنيها المتحف البريطاني، حيث تستكشف الكاتبة فن التطريز الشعبي ما بين ثقافتي الهند وباكستان، والتي يتم عرض منتوجاتها من الملابس والمنسوجات هنا وبشكل شامل ومفصل بالكلمة والصورة. إنه كتاب للذواقة من كافة الشرائح الاجتماعية، سواء كانوا قراء أو مصممين أزياء، حيث يقدم لهم نماذج ملهمة في استخدام أنماط مختلفة وألوان متنوعة. يتناول الكتاب جانباً جميلاً وقيماً جداً، وهو التطريز المحلي الذي تصنعه المرأة مهراً لها ولأسرتها.
تذكر بيني في كتابها الحديث عن التطريز المحلي على جانب الهند الغربي من مثل مناطق راجستان وكوجرات كوتش، ومن جانب باكستان فهناك السند والبنجاب، وهناك ما يقع في الشمال، وكذلك المناطق المعزولة في الشمال الغربي. إن أغلب المنسوجات المطرزة التي اشتهرت بها الهند تاريخياً مثل شالات كشمير، أعمال كوجرات، وأعمال أتشيكان التي هي عبارة عن نسيج مطرز بالزهور البيضاء والتي توجد في لنكاو والبنغال، كلها مصنوعات حرفية للسوق المفتوحة. وحد التطريز بعض الثقافات والأديان على اختلافها، فهناك في تلك المناطق التي يعيش فيها البدو الرحل والمزارعين، حيث تعيش نساء من فقراء المسلمين والهندوس في خيام بسيطة، حدث التقارب وقد اندمجنا هؤلاء النسوة على مر القرون، واندمجت كذلك عاداتهن وعملهن، وهن من يحملن فخر صنع أفخم المطرزات في العالم. حياة المرأة في هذه الحضارة ليست سهلة، فجميع النساء يتحملن عبء العمل ويقطعن الأميال لنقل الماء والحطب الثقيل، فضلاً عن إعداد الطعام وتربية الأطفال. وفوق ذلك كله يأتي التطريز كضرورة اجتماعية، فتنقل لنا الكاتبة هذه الثقافة بتقاليدها لتخبرنا أنه على المرأة أن تقدم عدداً من المطرزات لتكون مهراً لها عند زواجها. والأغرب في الأمر عندما تبدأ المرأة في بعض المناطق بالعمل على مهرها منذ سن السادسة، وتواصل عملها هذا معظم أيام حياتها. تخبرنا الكاتبة أيضاً عن دلالة المطرزات التي يرتديها هؤلاء النساء حسب الحالة الاجتماعية والبيئية والديانة. نقرأ من الكتاب: ترتدي نساء الجاث في كوتش رداء بطول الكاحل، تنورة كاملة لكنها مطرزة بكثافة من الأمام، بينما ترتدي نساء بنجارة في جنوب ديكان تنانير بأحزمة عميقة التطريز، ويعد الشال عنصراً جوهرياً في كل هذه الأزياء على اختلافها. في الحديث عن المواد التي تستخدم في التطريز، نجد أن النساء يستخدمن القطن كنسيج سائد في عمل الملابس والمشغولات المنزلية التي ينتج أغلبها في الهند. يستخدم كذلك الحرير والصوف في مثل المجتمعات المشتغلة بالرعي مثل الراباري. يتم زخرفة الأنسجة بتقنية الربط والصباغة، ويتم تطعيمها في الغالب بقطع من المرايا التي تعرف بالشيشة أو الأبلة، وأحياناً تطعم بالذهب والفضة في بعض المجتمعات. للون الأحمر أسطورة أبدية لن يدثرها الزمن في الهند بشكل خاص، أما في العالم فهو الأكثر أهمية وقوة في التطريز الشعبي، فجاء مرتبطاً بالحياة والموت وبالنار وبقوة الشمس والدماء والحيوية، وفي الهند يضفي قوته على الزواج الميمون، فتلبس العروس لباساً باللون الأحمر بينما ترتدي الأرملة اللون الأبيض. كيف امتزجت الأساطير ومواد التطريز؟ تحدث الأصداف والبذور الحمراء تأثيرها الأسطوري، كذلك الأزرار البيضاء وقلادات التمائم الثلاثية والكرات الملونة والحلي الفضية. فيعتقد الكثير أن إضافة هذه الأشياء إلى المطرزات يوفر لهم الحماية من الحسد ومن الأرواح الشريرة التي تسبب المرض والموت. وارتبطت أنماط التطريز بالعقائد والديانات والآلهة، ويعتمد كل ذلك أيضاً على القبائل التي تنتشر من الشمال الغربي للهند حتى صحراء ثار باركار في باكستان مثل كانبي، راجبوت، مقوال ولوهانا.
تخبرنا الكاتبة عن عوامل التغيير التي طالت شبه القارة الهندية، من مثل سبل النقل المحسنة والتي بفضلها انفتحت القرى على بعضها، كذلك الأحداث السياسية، ثم عنصر التعليم. فالإعداد لمهر البنت كان يستهلك أغلب وقتها لأجل التطريز، ولكن نظرتها قد تغيرت بعد تعلمها، فأصبح النجاح لا يتطلب عمل المطرزات أو حتى الزواج، بل أصبحت تستهلك السنوات الأولى من عمرها في الورق والقلم بدلاً من الإبرة والخيط. رغم بعض الآثار السلبية التي تركها التطريز على شعوبه، إلا أنه كان عاملاً إيجابياً في جذب السياح وأسواق التصدير. ومن هنا يتناول الكتاب مجموعات شهيرة من المطرزات تتواجد في المتحف البريطاني، وقد قامت الكاتبة بوصفها ونقل صورها، وذلك لجمالها وتأثيرها المذهل على من يشاهدها. لقد أوفت بيني بحق الحديث عن التطريز في هذه الحضارة العريقة، ولكن لما اختارته من صور ربما تاريخ آخر، وكأنه يتكلم عن نفسه بطريقته الخاصة، فيسحرنا بجمال ألوانه وإبداعات مصمميه. بالنسبة لعشاق الكتب ومحبي المعرفة باختلاف علومها، ليس هناك من متعة تضاهي متعة التجول بين مئات بل آلاف الكتب الغنية، والشعور بإمكانية امتلاكها أو على الأقل امتلاك جزء لا بأس منها. كيف ذلك؟ يكون ذلك أولاً عندما تكون كلفتها بمقدور الأشخاص وتتوازن مع دخلهم. هذا ما يحدث مشاهدينا في معرض بيج باد وولف، وهو المنصة التي تعرف بتوفيرها أكبر حسومات على أسعار الكتب على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في مدينة الاستوديوهات، حيث يصل عدد الكتب المعروضة للبيع إلى 3 ملايين كتاب. يفتح المعرض أبوابه للجمهور على مدار 24 ساعة بهدف التشجيع على شراء الكتب. وتدعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمجلس الوطني للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات هذه الخطوة المعرفية الهامة، حيث أن مؤسسة محمد بن راشد ستكون شريكاً أساسياً في المعرض، وستعمل على نقل المعرض إلى الدول العربية الأخرى، وستكون مشاركتها قائمة على تقديم كتب باللغة العربية للمرة الأولى بتاريخ المعرض. الكتب التي ستقدم في المعرض ستكون متنوعة في الإدارة والعلوم والتاريخ والأدب والفنون وكتب الأطفال. تجدر الإشارة إلى أن الكتب ستكون مخفضة التكلفة بنسب معينة تتراوح بين 50 و80%، ما يعني أن أسعار الكتب تبدأ من 10 دراهم فقط لبعض الكتب، وهناك كتب قيمة ب30 درهماً. ولكن الأهم أن الكتب لن تتجاوز أسعارها 100 درهم. أما معرض بيج باد وولف فقد انطلق لأول مرة في ماليزيا عام 2009، وقد زار مجموعة من المدن حول العالم، ويستهدف المعرض عشاق القراءة، كما أن أحد أهم أهدافه هو السعي إلى تعزيز مستويات القراءة والتشجيع عليها لدى الجميع. ما زالت دور النشر في مختلف البلاد العربية تتحفنا بمزيد من الإصدارات الهامة والمفيدة، نحدثكم عن أحدها اليوم في ريشة ودوا. كتاب موزارت. لا أستطيع أن أكتب الشعر، فأنا لست شاعراً، ولا أستطيع أن أقسم عباراتي كتقسيم النور والظل، أنا لست رساماً،
ولا أستطيع حتى أن أعطي انطباعا حول أفكاري ومشاعري بالإشارات والتمثيل. أنا لست راقصا، لكن أستطيع أن أرقص مع النغمات. كان في عمر 13 عندما ألف أول أوبرا موسيقية في حياته بعنوان البراءة المزيفة، والتي أثارت حينها الكثير من الجدل، وشكك الجميع في أن يستطيع صبي كتابة أوبرا وحده. إنه المعجزة الموسيقية موتسارت، والذي استحق بجدارة لقب الموهبة الاستثنائية والعبقرية الموسيقية الأعظم في التاريخ. موتسارت كتاب لمحمد حنانة يحكي لنا فيه عن حياة وإبداعات هذا العبقري الكلاسيكي الأسلوب الملهم لكبار المؤلفين الموسيقيين الذين أتوا من بعده أمثال بيتهوفن وشوبرت. كتب موتسارت أصناف الموسيقى كافة، لكن الأوبرا كانت هي هدفه المفضل وشغفه طوال حياته. يخبرنا حنانة أيضا عن شاب في 16 من عمره أسمر اللون قصير القامة، قدم لزيارة موتسارت في ربيع عام 1787. كان هذا الزائر هو بيتهوفن الذي أرسل ليدرس على يد موتسارت العظيم. وقد أدرك موتسارت حينها أن الشاب بيتهوفن يملك موهبة استثنائية. صفحات من كتاب تنقلنا إلى حياة الإنسان الفنان بين الحزن والإبداع لشخص جعلت منه موسيقاه ما هو عليه. اليوم في قرأوا فقالوا نتعرف إلى شاعر النيل وشاعر الشعب الشاعر الكبير حافظ إبراهيم. كان حافظ إبراهيم إحدى عجائب زمانه، ليس فقط في جزالة شعره بل في قوة ذاكرته والتي قاومت السنين ولم يصبها الوهن على مر الزمن، فإنها ولا عجب اتسعت لآلاف الآلاف من القصائد العربية القديمة والحديثة ومئات المطالعات والكتب، حيث كان باستطاعته وبشهادة أصدقائه أن يقرأ كتاب أو ديوان شعر كامل في عدة دقائق وبقراءة سريعة، ثم بعد ذلك يتمثل عن ظهر قلب ببعض فقرات هذا الكتاب أو أبيات ذاك الديوان. يعتبر شعر حافظ إبراهيم سجل الأحداث، إنما سجلها بأجزاء من روحه وقلبه، وصاغ منها أدباً قيماً يحث النفوس ويدفعها إلى النهضة، سواء أضحك في شعره أم أبكى وأمل أم يأس. يتميز شعر حافظ إبراهيم بالروح الوطنية الوثابة نحو التحرر ومقارعة الاستعمار، سهل المعاني، واضح العبارة، قوي الأسلوب، متين البناء، أجاد في كل الأغراض الشعرية المعروفة. من أهم أعماله الديوان البؤساء، وهو كتاب مترجم عن فيكتور هوغو، وكتاب ليالي سطيح في النقد الاجتماعي، كتاب في التربية الأولية، والموجز في علم الاقتصاد. مقولته لليوم واحدة من أشهر الأبيات الشعرية في الأدب العربي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. حافظ إبراهيم شاعر وكاتب مصري. الكتاب بنصه وصوره يدعونا للقراءة، فلطالما اعتبرت المطالعة سفر بين الحضارات يحملنا إلى مجاهيلها ويعرفنا عليها أكثر.
واليوم طفنا في بلاد الهند والسند التي أغنت العالم بأسره بجمال مطرزاتها ومنسوجاتها الساحرة. نراكم على خير وإلى اللقاء.